لا بخير، دام انتم بخير يا عمر، يا رب يبشركم بالجنة ان شاء الله. ابشر يا عمر. آمين جمعني، يعطيك العافية. آمين يا رب. طبعا أنا زوجي يقول شاف إنه كأنه يعني الدنيا بليل، وفي نجمة طاحت من السماء على الأرض بعيد الشر. وضوت يعني المكان كله. نعم، بس وبعدين؟ طيب، انت حامل يا عمر؟ أيوة، كم الحين، كم عمر الطفل في اجين في البطن؟ هذا الشهر الأخير. طيب، هذا الولد اللي في الحمل لا بنت قالوا لي. بنت؟ متأكدة انها بنت؟ أيوة طيب، قالوا لي بنت. هذه البنت، هذه هي النجمة، أول ما تطلع للدنيا سوف تحل عليك وعلى زوجك البركة بشكل لا يوصف، بشكل لا يوصف، ودلالة بأن البنت هذه تكون مع ولادتها بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تحدث أحداثا جميلة في حياتكم غير متوقعة. هذا والله العليم الحكيم. سلمي على زوجك يا عمر، بارك الله فيك، بارك الله فيك. سقوط النجم ولا نراه هذه مشكلة، لأن ضاع النجم، ولكن سقوط النجم والضوء يا عم معناته انه خير يا عم، معناته ما الذي خير يا عم؟ ان شاء الله ان هذا البنت بعد ان تولد يكون بعد مع ولادتها باب رزق وخير وبركة عليها وعلى اهلها. هذا والله العليم الحكيم.